ليلى كريم، عضو المكتب الجهوي بالنسبه للجامعه الوطنيه للتعليم التابعه للمنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. اليوم نجسد وقفه احتجاجيه من اجل اعاده الاعتبار لرجل الاداره ولرجال ونساء التعليم بصفه عامه. اليوم نجسد استنكارنا للممارسات البائده التي أصبحنا نعيشها اليوم في مغرب 2021. يجب إعادة الاعتبار لمغرب المؤسسات وما تبقاش قانون الغاب. خصنا المؤسسة تفعل وما تبقاش قرارات جائرة هكذا تصدر من دون تطبيق القانون بصفة عامة. إذا اليوم نحن أمام مطلب أساسي وهو الإطار أولا وتلبية جميع المطالب اللي كتهم الفئات الشغيلة بصفة عامة. عفيفة قناو المنسق الجهوي للجامعة الحرة للتعليم جهة شوس ماسة، اليوم كنحضروا كنقابة في الوقفة الاحتجاجية اللي دعت لها مجموعة من الإطارات مجموعة التنسيقيات احتجاجا على مسلسل العبث التي تناوجه وزارة التربية الوطنية في إصرارها اللا مشروع والمتعمد في تأجيل إفراج على المناصب الاتفاقية اللي كتضم الحلول لكل الملفات المطلبية العادلة ومشروعة الأسرة التعليمية. اليوم الوقفة ديالنا اليوم تجسد تضامن المطلق ولا مشروط مع كل النضالات العادلة والمشروعة والسلمية لكل فئة تعليمية. اليوم هذه وقفة نرفع فيها شعار مع الإخوة المناضلين، شعار تحقيق المطالب المشروعة والعادلة وعودة إلى الأقسام والإدارة إلا بعد استجابة الوزارة هذه المطالب. أمينة قصيد الكاتبة الإقليمية للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، احنا اليوم هنا في هذه الوقفة كنساندوا يعني كنقابة ديال الاتحاد العام للشغالين وكجامعة حرة للتعليم كنساندوا الأطر ديال الإدارة التربوية وكذلك ملحقي الإدارة والاقتصاد وملحقين التربويين، ونساندهم في نضالاتهم وجميع معركتهم النضالية ونساندهم في جميع المحطات النضالية، ونحن مستمرون إلى أن يتحقق النصر إن شاء الله. وكنتمناو من هذه الوزارة هذه الوصية أنها تستجب لجميع المطالب العادلة والمنصفة للنساء ورجال التعليم ككل بجميع الفئات. الرسالة واضحة، الرسالة هي مطالب اجتماعية صرفة، أولها الكرامة والإطار لجميع أطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، إخراج هذه الفئة من دائرة الشك والضبابية إلى دائرة اليقين، اليقين اللي هو الإطار المنصف والعادل الذي طال انتظاره، الذي كان موضوع التزام متبادل بين النقابات التعليمية وبين الوزارة الوصية، الوزارة الوصية التي عبرت غير ما مرة عن حسنية لمسناها جليا خلال طيلة المسار التفاوضي ومسار الحوار الذي تم تتويجه بتوقيع مجموعة من الاتفاقات، وتم من خلاله التوافق على مجموعة من المراسيم الاتفاقية من بينها مرسوم الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، إطارا يضمن الكرامة، يضمن الإنصاف، يقوي وضعية مدير المؤسسة وجميع أطر الإدارة باعتبارهم أطر قادة بالمؤسسة التعليمية.